خطف الهلال العاصمي تعادلا مهما امام مضيفه ريوان سبورت الرواندي بهدف لكل في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمه كيغالي لحساب ذهاب الدور التمهيدي في بطوله دوري ابطال افريقيا. تقدم الفريق الرواندي في الدقيقه 23 وعدل النتيجه للهلال نزار حامد في الدقيقه 28 بعد ان روض الكره وارسلها خلف الحارس. بعد الهدف دانت السيطرة للأزرق الذي قاد فرصة خطيرة أبعدها فريق ريون لخارج الملعب. أبعد اللاعب حسين الجريف هدفا للفريق الرواندي إلى ركلة زاوية لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل، ويدخل الهلال مباراة الرد بالتعادل السلبي أو الفوز للعبور إلى دور الـ32.